بعد ما ظبطنا إعدادات الكامبين واخترنا إن احنا هنعمل كامبين سيرش نتورك أونلي، واخترنا برضو ال all features، فتحت لنا الصفحة ديت اللي هي بتاعة ال ad group. احنا اتفقنا إن الكامبين من الأول بتبدأ هي المظلة الرئيسية بتاعتنا، وبعد كده بيبقى تحتيها ال ad groups، وال ad groups بيبقى جواها ال ads. فاحنا كده في صفحة ال create ال ad groups. أول حاجة هنقول الاسم بتاعنا، هنسمي الاد جروب ايه، ولتكن برضو تيست. بعد كده بيقول لي كرييت ان اد، خلاص احنا عملنا دي الاد جروب، بيبقى تحتيها على طول الادز. فنبدأ احنا نعمل اول اعلان لينا من هنا. عندنا اربع تايبس للاعلان، اول حاجة التكست اد، دايناميك سيرش اد، موبايل اب انجيجمنت، واخر حاجة كول اونلي اد. الاكثر شيوعا يعني هو التكست اد، ده اللي هو الاعلان الطبيعي بتاعنا اللي هو جايب لك هنا على اليمين اكزامبل كده. ده شكله لما يظهر على الموبايل، وده شكله لما يظهر على الديسكتوب اللي هو اجهزة الكمبيوتر واللابتوب. هنخلينا في الموبايل مثلا مبدئيا، لان هو معظم الاعلانات بتشتغل على الموبايل اكتر حاليا. فده شكله، ده التايتل بتاعه اللي هو الهيدلاين. احنا عندنا هنا طبعا كان في سيستم قديم شوية، هم غيروه من فترة قريبة جدا يعني، فبقى دلوقتي بيسمح لي ان انا اعمل 2 هيدلاين، هيدلاين 1 وهيدلاين 2. بيفصل بينهم الشرطة دي، ده كده الهيدلاين 1، ده كده الهيدلاين 2. بعد كده ده عندنا الويب سايت بتاعنا، ده بيبقى شكله اللي هو بيبقى ظاهر، ده مش الديستنيشن الاخير اللي يضغط على الاعلان يروح له، لا ده اللي بيظهر بس في الواجهة كده. وبعد كده عندنا الديسكريبشن بقى بتاع الإعلان اللي هو التكست بتاع الإعلان نفسه، ده شكله. طيب هنخلينا في تكست اد مبدئيا. الفاينل يو ار ال وليكن مثلا example.com، وطبعا مش هيودينا للبيج الرئيسية في الغالب يعني، مش هيودينا للفرونت بيج بتاعت الويب سايت، لا هيودينا غالبا لصفحات تانية جوه. فهنقول مثلا page دوت اتش تي ام ال. فكده هنفترض ان اللي هيضغط على الاعلان بتاعنا هيوديه للبيج دي. بعد كده عندنا الهيدلاين 1، هنا مدينا رقم 30. رقم 30 يعني ايه؟ يعني انت مسموح لك ب 30 حرف بس في الهيدلاين 1، 30 حرف شاملين المسافات. احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل مع شركة عقارات دلوقتي، فهنقول مثلا شقق وعقارات للبيع والايجار. كده احنا وصلنا، فاضل لنا 3 حروف بس، مش هنعرف نكتب فيهم حاجة، فخلاص كفاية كده. نكمل بقى الهيدلاين التاني بتاعنا، بمدينة الرحاب ومدينتي والتجمع، خلاص كده فاضل لنا حرف واحد، خلاص كده كفاية. يبقى كده عندنا التايتل شقق وعقارات البيع والإيجار بمدينة الرحاب ومدينتي والتجمع، خلاص كده التايتل بتاعنا تمام. في حاجة اسمها path example هنا، ده الايه ده كأنه الموقع بتاعنا. هنا بيقول لك ان انت ممكن تعمل تضيف يعني زي extension كده للدومين بتاعك، بس ما بقاش تقريبا ما بقاش اللي هو الاكستنشن حقيقي اللي هو الفاينل يو ار ال بتاعنا، لا ده بيبقى حاجه انت بتدي للعميل فكره عن اللي هيشوفه في لما بيضغط على الاعلان هنا. يعني مثلا احنا الموقع بتاعنا اكزامبل، مثلا هنعمل بث هنا ايه ريل استيت مثلا اللي هو عقارات، فهنا على طول اضاف لنا هنا ان هو بيضيفها هنا بقى الريل استيت. يبقى معروف كده ان انت، هنفترض الموقع ده موقع كبير وفيه اقسام كتيره جدا، فمش هينفع ان انا احط الدومين الرئيسي بس، لا بقى بحط كمان اكستنشن اضافي هنا، وبيسمح لي باكستنشن تاني طبعا كل واحد 15 حرف بس. فهنا هنقول مثلا رنتل مثلا، يبقى كده عندنا عقارات وعندنا للايجار، تمام كده. يبقى كده الشكل بتاع الدومين بتاعنا، لكن في الواقع اللي هيضغط على الاعلان هيوديه للبيج دي. طبعا مش ما ينفعش ان احنا نلعب هنا ونكتب حاجه مخالفه للي موجوده في الموقع، يعني ما ينفعش مثلا يبقى موقع عقارات، او ما ينفعش مثلا يبقى موقع العاب مثلا جيمز وانا بحط حاجه تانية مثلا عشان اوهم العميل ان هو هيخش هيلاقي حاجه تانية، لا خلينا واقعيين علشان الاعلان يتوافق عليه وما ترفضش وتبقى في مشكله بعد كده. بعد كده اخر حاجه الديسكريبشن بتاع الاعلان، مكون من 80 حرف، تكتبها زي ما انت عايز.
مثلا طيب كده مش هينفع اكمل لان انا عندي 3 حروف بس، فنحط مثلا اي حاجه تكفي ال9 حروف دي. شغل البيع والايجار بالقاهره الكبرى اسعار في متناول جميع مناطق مختلفه متميزه مثلا، يبقى كده احنا تمام. هنا اهو ظهر اللي هنا الشكل الاعلام بتاعنا. طيب في نقطه مهمه طبعا بالنسبه للاعلان، يعني دايما خليك مميز، دايما لما تيجي تكتب صيغه الاعلان اكتب حاجه تشد. طبعا انا كاتب حاجه بس سريعه كده مش حاجه بروفيشنال يعني، بس خليك مميز في اعلانك. حاول تكتب حاجه صيغه تشد تكون طبعا واقعيه مش حاجه وهم، تكتبش مثلا اسعار مش موجوده عندك، لا لازم تكتب حاجه موجوده بس تكون بطريقه تجذب، علشان ده اللي هيميزك من بين السبع اعلانات اللي معاك او الـ6 التانيين اللي هم 7 اعلانات كلهم. فده اللي هيميزك، ان يعني ليه العميل يسيب الـ6 التانيين ويختارك انت. فحاول انت تكتب حاجة متميزة. طبعا في حاجات تانية، في اضافات تانية للاعلان اللي احنا كنا خدنا نبذة عنها في الفيديو اللي قبل كده، اللي هي الاد اكستنشنز اللي هي زي التليفون وال السايت لينكس والكلام ده كله، دي برضو بتزود حجم الاعلان بتاعك. طبعا كل ما حجمه بيزيد وبيكبر بيبقى افضل، بيبقى مميز واخد جزء كبير من الصفحة على عكس الاعلانات التانية اللي غالبا هتلاقيها بالشكل ده وممكن اقل. تمام كده خلاص احنا انتهينا من صيغة الاعلان الاولاني. باقي انواع الاعلان دي هنجيلها فيما بعد، بس احنا بنبدأ باعلان واحد مبدئيا، وعشان نعمل بس الكرييت الاد جروب بتاعنا ونبدأ ان احنا نظبط الحملة بقى تماما من جوه. القسم اللي بعد كده بيقولك الكيوردز. خلاص يبقى انت كده عملت الاعلان، بتبدأ تختار له كيوردز. خلاص انا شغال في العقارات وعايز اجيب الناس اللي بتبحث عن شقق وعقارات، فانا هدي له مثلا، هو بيقول لي هنا في التيبس ستارت وذ من 10 ل 20 كيوردز، يعني خلينا ابدا من 10 ل 20. فاحنا هنبدا بحاجه بسيطه مثلا اللي هي الحاجات المتداوله قوي، شقق عقارات، شقق للبيع، عقارات للايجار مثلا، ده 4. وبعد كده هنكمل الباقي في القسم بتاع الكيوردز جوه ان شاء الله. اخر حاجه بتقابلنا الماكسيمم كوست بير كليك، اللي هو الماكس سي بي سي. سي بي سي باختصار كوست بير كليك، يعني تكلفه الاعلان الكليك الواحد للاعلان، يعني اقصى حاجه انت عايز تحطها لسعر الاعلان الواحد، يعني انت مش عايز تدفع اكتر من جنيه في الاعلان الواحد. طبعا انت مش بمزاجك، مش انت اللي بتقرر، انت في حاجات هي اللي بتحدد الموضوع ده، بس انت مبدئيا بتقول له رقم، وبعد كده هنبدأ نشوف ايه الرقم الصح اللي المفروض نحطه. فهنقوله مثلا جنيه اقصى حاجة، بعد كده ادفانسد دي اللي هو التراكنج تمبلت والكلام ده مش عايزينه دلوقتي. طيب هنا بديني 3 حاجات، بيقول لي سيف اند كونتينيو تو بيلينج، ولا سيت اب بيلينج ليتر، ولا كانسل نيو اد جروب. هنا هتكمل يعني هتسيف اللي انت عملته ده، هيوديك على صفحة البيلينج اللي انت بتحط فيها بيانات الكريدت بتاعك اللي هتدفع بيه. دي التانية بتاعت انت بتقول له لا خلاص انا عايز اكمل كده، وبعد كده هبقى ايه احط البيلينج بتاعي بعدين لما اظبط الحملة. فخلينا في الاوبشن ده دلوقتي، وبعد كده لما يجي اوان البيلينج هنبدأ نوصل له، سهل جدا ما فيهوش اي مشكلة.